دكتور، يعني أسامة قاضي هنا تقول عن مشاريع ربما تكون جاهزة للحكومة الانتقالية، لكن هذا قد يصطدم مع موضوع التشريع. دكتور تقي، كيف يمكن وضع تشريع سريع لضبط عملية الاستثمار والاقتصاد في سوريا في هذه المرحلة؟ ما هي الشروط التي يجب توفرها في البداية؟ يعني الشروط الأساسية التي ينبغي توفرها في المرحلة الأولى هي أولاً الأمن وإيجاد آليات لفض النزاعات بشكل طارئ، وهنا التجربة في دولة الإمارات وبشكل خاص في دبي هي تجربة متميزة، والتي اعتمدت على أسلوب عملياً فض النزاعات عن طريق التحكيم. هذه شروط أساسية. موضوع الأمن ينبغي إعطائه أهمية رئيسية من أجل أن يؤسس لحالة من الأمن بمعنى أمن المواطن، ولا أقصد الأمن بالمعنى السلبي الذي اتخذته كلمة أمن في سوريا. وفيما بعد أيضا ينبغي الانطلاق من ذلك إلى عمليا خلق المناخ التشريعي والقانوني ومن الناحية السياسية والتشريعية لعملية جذب الاستثمار، لكي تبدأ عمليات الاستثمار حتى في البنى التحتية. وهنا أقول قضية حق الملكية في سوريا قضية يعني تعرضت للكثير من التفكيك، ولا توجد ضمانات في هذا المجال. حقوق الناس ليست واضحة، القضاء لا يعمل بشكل صحيح، والكثير من الحقوق يفرط بها. إذن هناك جانب تشريعي قانوني، وهناك جانب تحكيمي قضائي، وهناك جانب أمني. هذه العوامل الثلاث هي التي ينبغي أن تكون نوع من الأقانيم، نوع من الأعمدة التي ينبغي الاستناد إليها في التأسيس لمناخ، كبداية مناخ استثماري يمكن أن يستقطب رؤوس الأموال. طب سعادة خالد الغيث، هناك يعني هل يمكن البدء فعلا بالاستثمار فورا؟ سمعنا في كلمة رئيس المجلس الوطني السوري سيد جورج صبرا بأنه لا يجب انتظار تغيير النظام، وإنما البدء الآن في المناطق المحررة ربما بالاستثمار. هل هذا ما تعكف عليه يعني مجموعة أصدقاء سوريا؟ إضافة فقط يعني لما تحدث فيه الأخ العزيز دكتور، أود أن أذكر فقط يعني بدور الشراكة الإماراتية الألمانية في أصدقاء سوريا توزيع السلال بالنسبة لي. هل هناك حاجة أو شو اللي نسميه ميدية أكشن، الإجراءات الفورية بعد السقوط؟ هناك أربع سلال حقيقة نحن كدول تطرقنا إليها لن أخوض فيها، ولكن أبا أستعرضها فقط للحضور. أن هناك إجراءات ودراسات دول قامت فيها، هي السلة الأولى الإجراءات الفورية بعد السقوط. أعتقد يجاوب على السؤال اللي أثرته. كذلك السلة الثانية هي التنسيق ما بين الجهات المانحة، والسلة الثالثة إصلاحات السياسات الاقتصادية. فهناك دراسات حقيقة يعني. والسلة الرابعة كما تعرفون هو دورنا نحن كرجال أعمال في الشراكة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري. فهذه أعتقد أن هاي الدراسات ستصب في مصلحة العمل، سواء كان العمل الفوري أو من ناحية القوانين ومن ناحية الإجراءات. أرجع إلى سؤالك. نعم. إلى الاستثمار الفوري الآن قبل أي شيء آخر. الاستثمار الفوري، فإذا قلنا نحن استثمار هو أكيد يعني كما هو معروف أن الاستثمار أي من أي شركات أو قطاع خاص، ومثل ما يقال رأس المال جبان، فمحتاج إلى بيئة أمنية تكون متوفرة وبنى أساسية تكون موجودة. حاليا أكيد هناك مناطق محررة وفي حاجة إلى خلينا نقول استثمار إنساني فيها، في حاجة إلى إن كانت من ناحية كما أثيرت في السابق الكلمات بالنسبة لي، إن كانت في أشياء أساسية خلينا نقول نحن أمنية، إن كانت في مصانع صغيرة خفيفة، إنفراستراكشر هنا أساسية مثل ما قلت. فأعتقد أن الاستثمار في هذا الجانب استثمار إنساني، بحاجة إلى هاي القرى والمدن الصغيرة إلى إعادة تأهيل. فأعتقد أن كل هناك كرجال أعمال الدول أكيد لها تدرس الخطط كيفية إلى وضع آليات
لمساعدة المناطق المحررة هذه، ولكن أكيد مطلوب من رجال الأعمال في هذا الجانب الدعم والمساندة في هذا الجانب. طب السيد سمير سعفان، يعني في هذه النقطة بالتحديد رأيك باختصار، هل فعلا يمكن الاستثمار من الآن في هذه المناطق تسمى مناطق محررة؟ يعني أعتقد أنه هذا طموح كبير، ولكن ليس من السهل إذا بدي يكون صريح. يعني طالما أن السماء يملكها النظام ويقصف، فسيستهدف أي شخص سيأتي إلى هذه المناطق، يعني هذه مشكلة. ولكن هذه المناطق تحتاج فعلا إلى كثير من العمل من إنماء حياتها الاقتصادية، لأنها أصبحت مناطق واسعة ويعيش فيها ملايين السوريين. ولكن بالتطبيق العملي قد لا يكون من السهل أن تحضر استثمارات حاليا غير سورية، لكن يتم التفكير الآن مثلا بحلب، وهي منطقة رئيسية، منطقة الشيخ نجار الصناعية التي أغلقت بسبب الأحداث. يتم التباحث مع رجال الأعمال أن يعودوا لأن يفتحوا استثماراتهم، وفيها بعض الاستثمارات غير السورية بما فيها الإماراتية، أن يؤمن لهم الجيش الحر الحماية ويعودوا لتشغيل مصانعهم. طبعا ما زالوا تحت رحمة القصف الطيران، ولكن البعض بدأ يتحرك لأن المنطقة تحتاج إلى هذه المنتجات، وهذا مشروع يتم العمل عليه الآن. يعني دكتور أسامة قاضي، أيضا في هذه النقطة هناك كان حديث عن موضوع تسويق السلع الزراعية السورية الآن، التي كان يعني المزارع السوري متعود دائما أن يبيعها للدولة، هل هذا ممكن الآن في هذه الظروف في بعض المناطق؟ يقينا، لأن المرحلة الانتقالية سيدي قد بدأت. نحن لا نريد أن ننتظر حتى يسقط كل النظام، هذا النظام يسقط بشكل جزئي ويسقط بشكل مراحل. الآن في المناطق الشمالية إذا كان سقط وسقط جزئيا، فعلينا أن ندعم الإخوة الموجودون في الداخل، خاصة في حلب وأريافها وإدلب وأريافها وتل أبيض، وهناك العديد من الأرياف، هناك حاجة ماسة لدعمهم. لذلك كنا في ورشة عمل باسطنبول منذ حوالي أسبوع بالباسكت الثالثة بالمحور الثالث، كنا وطالبنا بمكتب تنسيق فعلي لأن يكون للتنسيق من أجل دعم هذه الأماكن بالخبرات الفنية الإدارية وأيضا الإغاثية، لأنه تبدأ بالإغاثية حتى تستطيع أن تمهد لاستثمارات قادمة. يمكن، لأن لدينا أكثر من 3 أو 4 معابر رجعت إلى يد أبنائها، فأنت بإمكانك إدخال الكثير، ورجال الأعمال السوريين وغير السوريين يدخلون مشكورين الإغاثات عن طريق هذه المعابر. فلماذا لا ندخل أصدقاء الشعب السوري؟ 64 دولة حضرت في أبوظبي، على الأقل هذا المكتب التنسيق ينسق، يكون هناك كمكتب تواصل واتصال بينه وبين كل هذه الدول. إذا كان هناك حاجة بالحليب أو المازوت أو الحاجة إلى بطانيات أو الحاجة إلى تسويق القطن الموجود حالياً، وقد التقينا مع جماعة تل أبيض وإدلب وحلب، قالوا يا أخي موجود لدينا مكدس القطن، وإذا لم يصدر خلال فترة أسبوع أو 2 يموت، ومن أين للمزارع أن يأكل إذا لم يسوق قطنه؟ فيجب أن نساعده في هذا المجال، وهذا متاح جداً في أي منطقة قريبة، سواء منطقة حدودية أو حتى داخل الأراضي السورية بالمناطق. نعم. توفير الأمن شرط أساسي، لكن هناك بعض الاستثناءات في هذه المرحلة يمكن العمل عليها خصوصاً في التصدير. لو عدت السيد سعفان، كيف نغلق هذا الفصل؟ كيف تتصور شكل بناء الاقتصاد السوري الذي يجب أن يكون عليه في المرحلة القادمة، خصوصاً وأن سوريا خلال 4 عقود كان اقتصاد اشتراكي منغلق، كان هناك محاولات انفتاح لكنها باءت بالفشل والفساد. كيف يجب أن يكون الشراكة خصوصاً مع الخارج؟ شراكة مع سوريا أم استثمارات مباشرة برأيك؟ شوف، التصورات يمكن أن تكون كثيرة وسهلة إلى حد ما، طبعاً الواقع هو دائماً الأصعب. يجب أن تصمم شراكة مربحة للطرفين، ويجب أن تتناسب مع ما هو موجود في سوريا. أنا ذكرت بعض الأمثلة التي هي نتيجة هذه النقاشات في هذا اليوم. نحن نحتاج بشكل مباشر إلى استثمار مباشر، وأولاً نحتاج إلى استثمارات رجال الأعمال السوريين في سوريا، لأن البلد الذي لا يستثمر فيه أهله لا أحد يأتي إليه، فتكون الشراكة بهذا الشكل. وطبعاً من نافلة القول أن نقول أن هناك يجب أن يكون بنية تشريعية مناسبة وبنية مؤسسية مناسبة وبنية كادر
الكادر البيروقراطي الذي تعود على ألا يخدم. وفي الصباح ذكرت بعض الأمثلة، ويمكن الأستاذ الشراوي ذكر أحد الأمثلة. لكن من السهل أن نقول نريد كل هذا، ولكن بناء هذا دونه صعوبات كثيرة، ويحتاج إلى تكاليف مالية ليست قليلة، ويحتاج إلى زمن. هل يمكن الاستثمار في تأهيل الكوادر؟ يعني تحتاج إلى البنية التشريعية والتنظيمية المؤسسية، وتحتاج لبناء الكوادر، وتحتاج لإقامة بناء حوكمة للشركات وحكم رشيد، وهذا كله مجال بشكل أو بآخر حتى للاستثمار والدعم والمساعدة. ولكن ما ينهض بالبلد هو الاستثمارات الفعلية في القطاعات المنتجة التي عددناها، ونوع وإقامة تشارك بالطرفين. وهنا يحضرني المسألة الهامة الذي يمكن ستسأل عنها، أنه كيف نحول هذه الأفكار إلى واقع، مثلاً التشارك بين الإمارات وبين سوريا. فيمكن أن ينشأ هناك فرق عمل تختص بترجمة ملموسة وفعلية لكل هذه الأفكار، أن تضع مثل بزنس بلان، أن تضع استراتيجية، أن تشكل مجموعة هي تساعد تؤمن المعلومات التي ذكرت في الصباح وهي ضرورية، وتعرف، والتعريف هو أيضاً ضروري. القصد أنك تحتاج ليس فقط إلى أفكار كثيرة وجيدة وهذا كثير، تحتاج إلى أن يكون لك هناك برنامج فعلي ملموس لوضع هذه الأفكار في أرض الواقع وقيد التطبيق. يعني سيد هشام الشراوي، رجال الأعمال أجانب غير السوريين، ما هي أفضل وسيلة بالنسبة لهم في الاستثمار في سوريا؟ الاستثمار مباشر أم الدخول في شراكة مع رجل أعمال سوري؟ عفواً، مثل ما تفضل الأخ على أن هناك إذا عندنا ما يسمى بالنظرة والخطة الشمولية، يعني هوليستيك فيجن، على أن نحن ما 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 هي رؤيتنا إلى سوريا ما بعد الأزمة. ففي بعض الأنشطة يستحسن على أن الشركات تستثمر بشكل فردي، وفي أمور أخرى يفضل على أنها تكون تدخل في شراكة مع شركات سورية. وفي هناك بعض الأنشطة اللي بتحتاج استثمار ضخم، في هالحالة لابد من إنشاء آليات مختلفة وشركات مختلفة ذات مشاركة أكبر وأشمل، لحتى نحن نقدر نحصل رأس مال أكبر، ويتيح لنا على نحن ننفذ مشاريع أكبر تخدم قطاعات أكبر من الاقتصاد. فلا يمكن تحديد يعني القرار أن أنا أدخل سوريا بروحي ولا أدخلها مع شريك سوري في بشكل عام. لابد على أن نحن بعد ما نرى الخطة الشاملة ونرى الخطة اللي هناك، تحديث لابد في المجال الصناعي، تحديث وتطوير في المجال الزراعي، والزراعة بالذات في سوريا مجال ضخم جدا، يعني قد إذا تمت إدارة النشاط الزراعي في سوريا يمكن إنتاجهم يزيد عن إنتاج السودان، والسودان نحن ندري إمكانياتهم إمكانيات ضخمة، لكن للأسف أيضا الإدارة هناك سيئة. توجد هناك إمكانيات ضخمة جدا في سوريا، توجد إمكانيات صناعة السياحة على سبيل المثال، من الدول القليلة في العالم التي تملك معالم سياحية لعصور قديمة جدا حتى العصر الحالي، منذ العصور الفينيقية والعصور الأشورية والعصور الرومانية والإسلامية، وحتى عصرنا الحالي هناك سياحة دينية ممكن يستفيد منها. فممكن القطاع الخاص في الإمارات اللي كانت له تجارب سابقة في الاستثمار خارج الدولة في مجالات مختلفة، على أنها تنتقي مجالات معينة، طبعا مع وجود التشريعات اللي تحمي هذه الاستثمارات وتساعد على استمرارية الاستثمار. يعني لا نريد أخطاء المرحلة السابقة اللي الشركة تقوم بالاستثمار ثم الاستثمار هذا يغوص في مستنقع من الدوامات الروتينية ودوامات بيروقراطية والفساد ويكون عديم الجدوى. فلها السبب لا يمكن على أن نحدد نحن قرار واحد لوحده بشأن اختيار كيفية الاستثمار، ولكن يجب يكون ضمن منظومة متكاملة واضحة.